احتضنت العاصمة التونسية دورة التدريبية الأولى من نوعها في مجال التمثيل والإخراج بتنظيم من منظمة مكامن لتنمية القدرات الشبابية. ويهدف البرنامج بحسب القائم عليه لصقل الكوادر في مجال التمثيل واستقطاب عدد أكبر في دورات أخرى كمساعد المخرج والتصوير وإدارة الإنتاج. هي طبعا الدورة هذه أول دورة نضموها من خلال مؤسسة مكامن لتطوير قدرات الشباب، هي هذه أول دورة احنا نقوم بها من خلال المؤسسة. قررنا أن الدورة الأولى تكون خاصة بتدريب الممثلين المحترفين، لأن المشاركين كلهم عندهم تجارب، ما همش أول مرة يعني يتعلموا تمثيل. احنا طبعا طامحين أن الدورة هذه تكون الأولى فقط، بس مش الأخيرة، لأن نضموا قاعدين إن شاء الله لتحضير دورة أخرى للمبتدئين. اللي لاحظته من الأولاد هذوما هو الاستعداد الكامل والموهبة الخاصة اللي هما يتميزوا بها، واللي احنا توا في الورشة هذه حاولنا نزيدوا نسقلوها، ثم أخذ وعطاء كبير اللي ينبئ إن شاء الله بنجاح الدورة هذه، واللي إن شاء الله تليها دورات أخرى. الدورة هذه طبعا احنا كنا مستعجينها من فترة طويلة يعني، وهي عبارة عن أن الممثل يكون عنده أبديت فريش جديد، يعني يحاول يعني بين العمل والعمل مفروض تكون في دورات زي هذه، يعني أقلها يبدأ يطلع من الشخصية أو الحالة اللي كان عايشها في المسلسل اللي كان يشتغل فيه. في نفس الوقت الممثل عنده أدوات، يعني الأدوات هذه ضروري ما يسقلها بالتدريب وبالورش العمل.